على مزيكا فام. ما عندوش دار جمله ما عندوش جمله سكين بيت هذه ساكر مامو ساكنك هو معايا لله في سبيل الله عادي بلا يخر هذا صغير هذا كبير هذا ما سيدي معايا شي تهرب مش بالتهريب لقيت باش تهرب حتى تهرب مش بالتهريب شي ب 100 قول له الرئيس اللي شاد الكرسي قول له حتى تهرب مش بالتهريب نوريهم لك قول له مش بالتهريب حاله مزري والله حاله مزري عايشين منو جبل نحن ناس ضربوا في الحيوانات نعيشوا بولا 4-5-10 نعيش ما عندناش مورد رزق اخر بيه نحن سيدي هاك تشوف الامور تعكر جمل لا علف لا ليك يا رب تخيطوا من جبل طلع على الجبل هاك تشوف واش صير شنو اخرتها وشن ها وخلى 6 صغار وطايشين ها وين نحن ما عندناش الهيبه الدوله هي الهيبه الدوله هي قاعده لحياتنا لحيه دولة ترحي فينا حتى باش يجيبوك شعير مدعم يبيعوا فيه ب 35 و33 وكان عاجبك. وتحط على الحكومة كلام. فهمتني ولا لا؟ ودي لحد ما نجم نخدم والعلف والعلف يعطوني في شكارة شكارة اللي عنده يعطوني في شكارة ياخذ فيك انا شو عندي ويتلوش. علاش ومشى للجبل علاش؟ مو باش لك 4 نعاج يعيشوا باش ياكل منهم هو ولاد. يا اخي علاش ماتوا؟ مو هذا راح تسرح بيهم. هذا راح تسرح بيهم. هذه المعاناة هذي أنا فيها ريت المعاناة هذي أنا فيها معاه زي الخنقرة نفس التاريخ ونفس المعاناة واليوم مات هو غدو يموت غيره وبعد غدو يموت غيره هذي يعني هذيك هو مصيره قاعد صباح واحد مش يمشي يخدم هو عنده 20 صباح مش يدخل بهم الجبل يا يدخل بهم الجبل هو ميت في الدار ميت ولا في الجبل ميت ميت منا ولا منا وما عندوش حتى مصير شو مصيره ميت في الشر ميت ولا في الجبل ميت هي الحكاية هذيك مصير جماعتنا كل تحت الجبل من هنا من الخانقة وانت مظاهر حتى الان زي الكل معك دورة مش أول عمنا أول ما قص قلت شاد قص رجله ولد عمنا أول الغزلان مات وبعد وخالد اليوم وضاي ومازال عدد مازال يزيد رب مازال يزيد ما ثم حد شيء أخد ما عاد حد شيء دولة مش من لعنة ثمادة ذي كنت على آخر من جل ما مقالوا نحن غير عندك بطاقة تعريف نحن حتى بطاقة تعريف ما ذميش تقريبا تونس أصلا بعض مرات ما قريش تونسي ما ذميش أصلا عاو زاد اللي ما ذماش حد شيء تو هاي تبع دارينا المعتمدية 20 كيلومتر وين المعتمد ما ذماش ما يجيش ما عندوش امكانيه باش يجي بطول على مغيل انا ما يجيش لا هو ولا غيره ما يجيش حتى مسؤول انا هذا ذي مش موجود اصلا مش موجود باقيين ديما العالم ديما هذيك هي الاشكاليه ديما عندنا ديما معاناه الفاكهه كان باش ناخذ كان باش ناخذ شكاره سميد يلزم لنا نكرو كهرباء ب 40000 سبيبه باش نجيبوا شكاره سميد كان باش ناخذ شكاره صغير اللي هي مدعمه من عند الدوله ياخذها صغار الفلاحين لا لان في الدوله هذه في تونس في قصريه بصفه خاصه ياخذها لاباس عليه هكا الزوال يبقى مسكين يمشي يوك بيروح هكاك يوك بيروح هكاك ما ياخذش حد شيء يلزم لازم باش يطلع الجبل يسرح يسرح وينحى يسرح وينحى كمش بتاع كليل 10 كيلو تاع كليل باش يبيعهم باش يتعشى بهم يا ذيك الدولة هذيك مصير تونس وين هذيك وصلنا وقت الجماعة شادين لك راسها بربي زاد الجماعة شادين لك راسها ولد فلان ولد سي فلان ولد فلان هذه المنطقة هذه معزول ما فيهاش هذه دار ياكر الناس 19 حتى ما عندناش الدنيا بطالة الناس كل بطالة لا أنا سيدي تو مش نتفاهموا تو نولوا جبل خير لنا نمشوا تو تتمون جمعيات كذا ونعيشوا هكا ولا لا أنا تلامذة تلامذة يدخل يقرا ما عندوش باباه ما عندوش امكانيات باش يقريه يقرا لك عام عامين لكن يمشي الطول وشيء يسمى قراءة بالقدية ويسمى الثقف يوصل لسياسة ابتداء يرجع بعد شنو يا يدخل الجبل يا يمشي يسرق يدخل الحبس يا يدخل الجبل يعود يخدم بالنهار باش ناحي كمشي تاع كليل وناحي باش يبيع ما يعمل له يمشي يدبر ناعش تيل البلاد يعود يتبع فيها في الجبل حتى يدخل الجبل حتى في الخارج ما ذميش ما ذميش يا بني برد قولوا عملت